خلينا بقى نروح للخبر اللي احنا اتكلمنا عنه برضو امبارح، لكن في جديد. في اتكلمنا عن الاعتداء على مدرب برشلونة رونالد كومان بعد خسارة فريقه أمام ريال مدريد 2-1. كومان كان قال بقى هنا ده الجديد في تصريحات صحفية إن الأشخاص اللي أساءوا ليه بعد نهاية الكلاسيكو لا يعرفون ما هي الأخلاق والقيم. وكمان النادي الكتالوني أصدر بيان شجب للأعمال العنيفة والإصدراء ضد كومان، أحد طبعا أساطير النادي اللي ساهم يعني بشكل كبير جدا وكان ليه لعب في الصفوف كمدافع كمان واشتهر بتسديداته الصاروخيه. فهو رجل له تاريخ، ويمكن دلوقتي النتائج مش مرضيه يعني للجماهير، لكن ده ما يبقاش مبرر ابدا. يعني كلنا ضد مثل هذه التصرفات واي اعمال عنف بتتم. كمان خليني اقول لحضراتكم، انتقد الايطالي انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الاسباني مجموعه من جماهير نادي برشلونه اللي اعترضت سيارة كومان وقال ان دي قلة احترام، واكد انه ضد اي عنف او اهانه. وما اعتقدش بس انشيلوتي هو اللي ضد اي عنف او اهانه، اعتقد كلنا ضد يعني مشاهد او تصرفات زي دي ان هي تحدث في اي مجال، خاصه المجال الرياضي. احنا بنتكلم المفروض ده بيكون المجال اللي احنا بنتعلم منه، قالوا بيبقى بيضرب مثل يعني طبعا. في الاخلاق وغيره، دي رياضه مفروض. فاعتقد يعني بس هو بيضربوا المبدا بتاع الروح الرياضيه جدا حاجه. وبرده هرجع اقول تاني اللي انا قلته وقت ما قلنا الخبر ده، اعتقد يا امبارح يا اول، يعني الموضوع برده انا مستغرباه شويه، لان مش ده يعني دي مش عاده الجماهير برده في اسبانيا. يعني مش كده، ممكن يكون جماهير او الانجليز شويه عندهم العنف ده، بس الاسبان مش متعودين منهم ده. فالموضوع غريب شويه، وقع موصفه على كل الاحوال.